اهلا بحضراتكم. هكلمكم في سلسله الادويه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي ادويه السكر. وفي دواء مشهور لكل الناس، يعني تقريبا مرضى السكر النوع الثاني كلهم اخذوه، دواء اللي هو الدايماكرون اللي ظهر على شاشه الكمبيوتر. دايماكرون ام ار، ده بيستخدم في النوع الثاني، وده من انتاج شركه مشهوره، شركه محترمه جدا اسمها سيرفي. ده الاصل بتاع الدواء، وفي الحقيقة هو دواء ظريف، يعني دواء ليه مميزات كتيرة جدا، طبعا لا يستخدم إلا تحت إشرافته. احنا بنتكلم عن الدواء، بيتاخد امتى الدواء وايه مكوناته. دي حاجة اسمها جليكلازايد، المادة العلمية بتاعته، وده ام ار، يعني طويل المفعول، يعني بيستخدم مرة واحدة في اليوم، يعني هو بيتاخد مرة واحدة في اليوم، وفي منه تركيزين 30 و 60 ميلي جرام. طبعا امتى بستخدم الدواء ده؟ لو مريض النوع الثاني، النوع الاول، لا النوع الاول زي ما اتفقنا هو انسولين بس. لو مريض النوع الثاني ومش نافع معاه خالص الادويه زي الجلوكوفاج، مش جايب نتيجه، ولا الاكسرسايز الرياضه، ولا التقليل، ولا الاكل، ولا النظام الغذائي، والسكر عالي خالص، فبيلجأوا ليه بعض الاطباء ان احنا نبدا بيه، وبتبدا ب 30 ملي جرام وبعد كده تزود. الدواء من الأدوية اللي عملت استدي عليها ان هو ما يعني هو طبعا من الأعراض الجانبية لأي دواء سلفونيلوريا ان يعمل هبوط في السكر، وده معروف طبعا انه لو اتاخد بجرعات مش مظبوطة والمريض ليه حذر معين لازم بنقوله عليه. بس هو من يمكن الأدوية الخفيفة شوية عن الأدوية التانية اللي هي زي الأدوية الجليبينكلامايد، الدوانيل والحاجات دي كلها، يعتبر أخف منهم في حدوث أعراض الهايبوغليسيميا أو نقص السكر. طبعا الدواء زي ما اتفقنا سعره مناسب غالبا في السوق، وبعدين كل شركات الجينيريك طلعت، كل شركات اللوكال او الشركات مش مالتي ناشونال طلعت الدواء باسعار رخيصه جدا وسعره متناول الجميع. وطبعا لازم احنا نراعي البعد المادي في العلاج والبعد الاجتماعي للمريض، لان المريض ما ينفعش انا اكتب له هو راتبه صغير او امكانياته صغيره واروح كاتب له دواء ب 400 جنيه و 500 جنيه، ولا هو هيخرج من عندك مش هياخد الدواء ويبقى انا كده ضريته وهو ما استفادش. فلازم برضو الراعي البعد المادي بتاع المريض. زي ما اتفقنا ده شكل العلبة اللي على الكمبيوتر. امتى مش هناخد الدواء؟ لازم لما نروح لدكتور، انا ما اروحش لدكتور اختبره او احطه تحت اختبار او ابقى اذكى منه او حاجة زي كده، لازم اقول له كل حاجة عندي. يعني لو واحدة راحة في بلانينج انها تبقى حامل وناوية تبقى فيه حمل وواحدة بترضع، لازم تقولي للدكتور، لأن ده مش هينفع مع الحمل، لا يستخدم مع الحمل ولا في الرضاعة، فده نقطة مهمة جدا. وبرضو في نفس الوقت في النوع الأول ما ينفعش مع النوع الأول. طيب فطبعا واللي عند والمرضى اللي مش هياخدوه اللي هيكون عندهم حساسية للدواء. جميع أدوية السلفونيلوريا بتبقى لها أعراض جانبية، الأعراض الجانبية دي بتتراوح من ألم في البطن، بتتراوح من ألم في العظام، في تعب، في حساسية للدواء، كل ده بيختلف من مريض للتاني، ولازم ما ناخدش حاجة إلا باستشارة الطبيب، لأن هو الوحيد اللي أقدر إن هو يوفق معاك الدواء ده سعره إيه والدواء ده مناسب ليك ولا لأ. يبقى إذن إحنا بنتكلم دلوقتي عن دواء مشهور اسمه دايماكرون إم آر، بيتاخد مرة واحدة في اليوم، الجرعة الأعلى فيه 120 ميلي جرام، هو لو 60 ام ار هتتاخد مرتين في اليوم، لو 30 ام ار هيتاخد بحد أقصى 4 حبات في اليوم. الحباية ما ينفعش إن احنا نعمل لها نطحنها أو نقطعها جامد أو نكسرها لأن تفعيلها مفعولها بيقل، لكن الام ار ال 60 فيه بيبقى سكورد، يعني نقدر إن احنا ناخد نص الحباية في البداية، وطبعا زي ما اتفقنا برضو بإشراف طبي. ده بخصوص الدواء دايماكرون ام ار، زي ما قلنا من السلفونيلوريا، زي ما قلنا لا يستخدم في الحمل او في الرضاعه لانه في مشاكل، وزي برضو ما قلنا ان هو احنا بنبدا ليه بعد ما يفشل الجلوكوفاج وبعد ما يفشل الادويه الثانيه، وممكن يتاخد مع اي دواء ثاني، ممكن يتاخد مع الجلوكوفاج، مع الادويه الجديده الجانوفيا الجارديانس، الحاجات دي كلها ممكن يتاخد معاه. وبصراحة هو في الماركت بقاله فترة طويلة وليه فوائد زي ما قلنا في الاستعمال، هو طبعا بيشتغل على البنكرياس ويطلع الانسولين بطريقة ما، فطبعا المرضى كتير مرتاحين عليه، وهو دواء فعال بس زي ما قلنا يتاخد على طريق
مراجعة مع الطبيب اللي بيعالج حضرتك. ولازم لما نروح للدكتور يا جماعة نقول له كل الحاجات اللي عندنا، انت داخل تعمل عملية جراحية، عندك مشاكل، عندك ارتفاع في السكر بفترة طويلة، كل الحاجات دي مهمة جدا. في ناوية تبقى حامل او في رضاعة، الحاجات دي كلها مهمة جدا. تحياتي ليكم وشكرا ليكم جميعا.